موضوع النهاردة ازاي تعرف ان حمامك عنده اسهال او ما عندوش اسهال، وازاي يكون شكل البراز بتاعه، اعزكم الله، ازاي يكون تعرفه. هنشوف مع بعض بعض الاشكال، صورها لكم يا رب تكون واضحة. ده بعض الاشكال بس حضراتكم، ده الوضع الامثل، ده الوضع الامثل اللي هي دي. بيكون بالشكل ده الوضع الامثل، بتكون عليها طبقة بيضة كده زي ما حضراتكم شايفين، ده يقول له ايه، انها مختومة بالابيض، دي مختومة كأنها عليها ختم ابيض كده او طبقة جيرية، لكن هي متماسكة زي ما حضراتكم شايفين، وعاملة كبيرة مش عاملة صغيرة اهو. حاول نقرب كمان اهو، ده الوضع الامثل. لكن لو لقيت حضرتك نازلة سايحة او فيها مية او فيها لون اخضر، يكون ايه، في حمام تعبان. لو فيها لون اخضر او فيها مية يبقى الحمام تعبان. مش حضراتكم ممكن يكون برضو ده من اكلها، ده اكل اللون الاصفر ده، هو ده متماسك، لكن ده عشان اكله بسلة، البسلة الصفراء، او بتاكل علف الفراخ بيقوم يعمل كده لبعض العلف الفراخ ده بالنسبة للحمام او اي دواجن. لازم تكون بالشكل ده، الشكل ده الشكل الامثل. حضرتك لو لقيت بالشكل ده، الشكل ده يكون فيه اسهال خفيف، ممكن يكون من ناتج عن الاكل اللي هو اكله، ده لونها مخضر شوية، لكن ده عشان هو بياكل فيه بسلة خضرة في الاكل، ده مش اسهال. لكن اسهال هيكون نازل حوالينه مية سايح جدا، لكن هو ده عشان الحمام دايس فيها، فهي شكلها كده كأنها إسهال. لكن لو لسه الحمامة عاملاها تلاقيها نازلة كتلة واحدة. هو زي ما حضراتكم شايفين اهو، الزغاليل دي بتعمل بره اهو، دي زغاليل اهي، تلات زغاليل دول اهو. الزغاليل لما بيجي يعمل ما بيعملش في فرشته، هو بيخرج بره ويعمل اهو، تلاقيه عامل على جنب كده، بيعملش في مكانه، فبيخرج كده بره، يقوم خارج بره وعامل كده زي ما حضراتكم شايفين اهو، عامل بره، بيعملش في فرشته، تلاقيها جوه نظيفة خالص، تحتهم نظيف جدا اهو، اهو نظيف جدا، بيعمله بره. حمام نظيف بطبعه، نظيف، ما بيعملش في المكان زي ما بتعملش في المكان اللي هي نايمة فيه. هو حتى الحمامة اللي نايمة على البيض حضراتكم عاملة بره اهو، متعملش على البيض، تعمل الخارج خالص بره البيض اهو. بكده هنكون قلت معلومة بسيطة جدا، ونتمنى تكونوا استفدتوا حضراتكم من الفيديو. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تضغط على زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.